الرجل لما سافر وانا قد عياله افتضح نوم لليمن، سرح استعقد من جديد ورجعوا الى اهوانه للمغرب. رجعوا قد الدنيا مقلوب، مو بكم ما قلت له اصبر وقوه الزوع حق يسال الف يفلتوني، اقسم بالله انما سقي بعمل لي بركه السفيره اللي من دم اصبر. كما تشرح المشكله؟ سمعت قال واحد طوح طوح، قال له مو تسقي يعني السقي كما كان العصافيره، قال له مش تسقي يعني ما كانش تسقي يعني هذا الوف مؤلفه ما وصلت من هنا لهناك. قال له بعد ما رايك تعمل لهم وليمه وكل متغدي قطع من عيد حقه في الموس وكاش حيل اصلا بهذا لانه ما غبر مي دم. شمتوا بها كلهم دم، قالوا له يلا ما دحين نسقي وسقي عصافيره كل يوم منها دم اصلا. طبعا هو عزمهم على غداء واقام وليمه ذبح ووليمه غداء، واثناء غسلهم لايديهم عمل بعض من رعيته على تقطيع جزء بسيط من اصابعهم، واثناء غسلهم بالغسل ايديهم اختلط الماء بالدم، ومن ثم عملوا على تدفق الماء عبر السواقي هذه لتصل الى وادي العسيلات وابرؤوا يمينه.